السلام عليكم. حكايتنا النهاردة عن كلب رودوايلر أو رودفايلر على حسب ما أنت هتسميه. الكلب ده فيه منه مدرستين، الأميريكان والجيرمان اللي هي المدرسة الألماني. خلينا نفرق بين الاتنين الأول ونشوف الآراء. الأميريكان أطول، جمجمته أصغر وكفوفه أصغر. الألماني جمجمته كبيرة أقصر منه في الطول، الألماني ظهره أطول وكفوفه أكبر. الكلب ده في رأي مواقع كتير وسيرش كتير أبحاث اتعملت إن الكلب ده ميكس من كلاب الماستيف وكلاب كانت في العصر الروماني القديم اسمها كلاب الدروف. الكلب الأول كان ليه اسم تاني، اسم الكلب ده كان وايل ويتشردوك وتسمى كده أول ما طلع في العصر الروماني. الكلب قديم جدا وتاريخه بالإمبراطورية الرومانية. الكلب ده عليه افتراء كتير جدا، الناس بتقول عليه غدار، الناس بتقول عليه الكلب همجي. كلب رودوايلر هو من افضل كلاب العالم في حراستك، دي طبعا ما فيهاش جدال، زائد ان الكلب كلب شغل. الكلب ده طلع او انشأوه من الميكس ده عشان الكلب يكون كلب جر عربيات. الكلب اول ما طلع كانت وظيفته الاساسية يجر عربيات اللحمة بتاعة الجزارين ويحميها من الحيوانات الشرسة واللصوص. الروت هو مش كلب صغير في الحجم، الروت كلب كبير وضخم جدا. الاوزان دي نسبية على حسب سلالة كلبك انت وعلى حسب ضخامته، فبتفترق من كلب الكلب عن ضخامة التاني وطوله وعرضه. متوسط وزن الذكر من 50 الى 60 كيلو والانثى من 35 الى 50 كيلو. الطول من عند الظهر من 60 الى 70 سنتي والانثى من 55 الى 65 سنتي. ومعلومة، لو انت دخلت عملت ريسيرش على جوجل American Rottweiler مش هتلاقي. الكلب مصنف ألماني على معظم المواقع. أراء، في 3 أراء في الموضوع ده. الرأي الأول بيقولك إن مفيش American وإن الروت هو ألماني وبس. والدليل التاني هو اللي أنا قلته من شوية في الفيديو من الطول والحجم وفرق الطول اللي ما بينهم. ده الرأي التاني اللي أنا قلته. الرأي التالت بيقولك، ودي حاجة غير منطقية طبعا وغير معترف بيها، الرأي ده بيقولك ان الروت هو مكان منشأه يبقى بلده، بمعنى ان الروت لو اتولد في امريكا فالكلب يصنف امريكان ولو اتولد في المانيا فيصنف الماني. طب هل لو اتولد عندنا في مصر يبقى فيه اول روت مصري في العالم؟ الفكرة دي طبعا خزعبلات ومش منطقية خالص. ان انت تختار تدرب كلب زي الرد على شراسة دي حاجة ترجع لك، لكن ان انت تدربه على الطاعة، قضى قاعدة، مدام قررت تجيب كلب رد لازم تدربه طاعة، دي ما فيهاش هزار، لان الكلب عنده شراسة فطرية. زائد ان الكلب ده هنقول دلوقتي بالارقام قوة عضته والاذى المرعب اللي ممكن يسببه لاي انسان. عضة الرد بقوة 265 باوند، نفهم من كده ايه؟ عضة الفك بتقفل بوزن 120 كيلو. الكلب ده بيعيش من 8 الى 10 سنين والولدة بتبقى من 8 الى 12 جرو. نيجي بقى لصحة الكلب. الكلب ما شاء الله عليه بيتولد صحي جدا، خالي من اي امراض، ده في الطبيعي بتاع السلالة دي. رد هي اكتر سلالة معرضة للبيرفو لو الكلب ما خدش التطعيم المناسب في سن صغير وفي الوقت المناسب. الروت ودانه ما بتتقطعش ولا ديله دلوقتي بيتقطع. زمان ديل الروت كان ليه قصة في القطع، هو كان بيتقطع عشان جر العربات، دلوقتي ما بقاش فيه داعي ان احنا نعذب الكلب ونقطع له ديله. مع التدريب الكلب بقى من افضل كلاب الحراسة مع الجيوش، وجيوش كتير استخدمته في النقطة دي. الروت هو من اهدى الكلاب حرفيا، بس الكلب ده ما بيحبش الغرباء وعنده ثقة جامدة جدا في النفس، وهو من احسن كلاب الحراسة ودي حقيقة. الكلب ده شعرته كثيفة دبل كود، بس هي قصيرة فبينفع جدا في التنظيف، تنظيفه سهل جدا. ميزة شعره زي كلاب تانية كتير ان هي دبل كود بتحميه من درجات الحرارة العالية والمنخفض. ويكيبيديا كمان بتقول حاجة غريبة، بتقول ان اصول السلالة دي بترجع للتيتا ماستيف. كلب له لون واحد بس، هو اسود في تان غامق، اما التان بيبقى اصفر او احمر. لو هتربي الاول مرة كلب فالكلب ده ممكن يكون مناسب ليك، لو هتعرف انت تكون القائد عليه والاول تدربه طاعة، دي حاجة مهمة جدا.
ويا ريت الفيديو ده يكون وضح ان مفيش حاجة اسمها الرد كلب غدار او بتيجي عليه لحظة في عمره بيغدر او حاجات غريبة خزعبلات بنسمعها ان البيت بول بتلعب 200 بيمسكوا على دماغه بيخليه يعض صاحبه. لا لا مفيش الكلام ده. الكلاب بطبيعتها على حسب ما انت بتطلعها وعلى حسب ما انت بتطلعها في التربية هي بتستجيب معاك. خليك فاكر ان انت لو معاك كلب رد الكلب ده انت شايل مسؤوليته بشكل كبير جدا. الكلب ده ممكن يكون سبب ضرر ليك وتقدر انت تكون القائد عليه. كلب قوي جدا بطبعه هادي، الكلب لذيذ جدا في اللعب، الكلب مش مجنون طول الوقت يعني مش هايبر طول الوقت، الكلب كويس جدا لو هتربي جديد او هتربي قديم. الفيديو الجاي هيكون عن الكين كورسو اللي عايزين نخلص بإذن الله سلسلة الكلاب الكبيرة وهندخل إن شاء الله في السلسلة الجاية في المقارنات. ولو حابين نتكلم عن أي كلب ياريت تكتبولي تحت في الكومنت وأنا هرد لو في أي سؤال، وياريت لو الفيديو ده أضاف لك أي حاجة جديدة تفعل زر الجرس وما تسمحش لأي حد تاني يهبد ويقولك إن الكلب ده هو كلب غدار. وشكرا، السلام عليكم.